تتواصل في العاصمة نواكشوط أعمال الدورة الرابعة من النسخة السنوية لليالي المدح المنظمة من طرف مركز ترانيم للفنون الشعبية، وتضمنت نسخة هذا العام تنظيم نقاش حول مدلول وخصائص المدح، إضافة إلى تنظيم سهرات مديحية ينعشها عدد من المداحين. نتابع التفاصيل في سياق التقرير التالي. مركز ترانيم للفنون الشعبية يطلق النسخة الرابعة من مهرجان ليالي المدح في العاصمة نواكشوط. المهرجان يستمر طيلة 5 ليال بدل 3 التي طبعت دوراته الماضية بفعل ضعف التمويل. القائمون على المهرجان قالوا إنهم يعولون على المؤسسات الوطنية والشخصيات وجمهور نواكشوط في دعم وتمويل المهرجان الذي لم يحظى حتى اللحظة بدعم رسمي ولا مؤسسي رغم نجاح دوراته السابقة وتحوله إلى مهرجان قبلة لسكان العاصمة. هذه النسخة تخلد هذه السنة بطريقة خاصة، لأن هذه السنة اخترنا خلدوها مثلا اعتراف للمرحوم برور عميد المدح في موريتاني ومعروف على أنه مداح من ولاية أدرار، وهي السنة حميدة عدلها مركز ترانيم اللي له سنوات. هو أعلن عندنا كل سنة ونحن في نسختنا الرابعة من مهرجان ليالي المدح نقبلوا شخصية مديحية من واحدة من الولايات، سواء كانت هذه الشخصية شخصية معاصرة والله شخصية تقليدية، من أجل إحيائها والتذكير بها. فعالية الدورة الرابعة للمهرجان شملت مسابقة في ثقافة المدح حصل الفائزون فيها على جوائز قيمة، كما تم تنظيم عدة ندوات حوارية حول تاريخ المدح في موريتانيا. ومن أهم ما يميز هذه النسخة النسخة الرابعة هو تأبين الشخصية المديحية المشهورة في موريتانيا التي تسمى برور محمد محمود الذي يمدح من ولاية أدرار. هنالك أيضا مواصلة المسابقة الثقافية حول المدح التي بدأناها من النسخة الماضية، كما أننا أيضا على هامش هذه الدورة التي بدأنا بندوة فكرية كالعادة، وهذه الندوة هذه السنة كان عنوانها المدح تأصيله وخصائصه. هذا الشق الأول من هذه الندوة، والشق الثاني كان حول المدح في ولاية الشركة كنموذج. هذا ويقول القائمون على المهرجان إنهم آثروا تنظيمه في هذه الفترة بالذات إحياء لشهر رمضان الكريم وعملا بمقتضى نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، واستفادة من هدي هذا الشهر الكريم حيث تتعزز فيه قيم التسامح والتآخي التي يتميز بها المجتمع الموريتاني المسلم المسالم. ومعنا في الاستوديو همر ولياتما مدير البرامج بمركز ترانيم للفنون الشعبية. أهلا وسهلا بك. هذه النسخة الرابعة من ليالي المدح، ما الهدف منها ولماذا الإصرار على المواصلة؟ السلام عليكم ورحمة الله. الهدف من النسخة الرابعة هو ينصب في مجموعة من الأهداف التي رسمها مركز ترانيم للفنون الشعبية في تنظيمه لهذا المهرجان، وهو من أهم نشاطات هذا المركز مهرجان ليالي المدح. ومن أهم الأهداف فيه هو نفض الغبار عن هذا الموروث الشعبي الذي تمارسه شرائح وشريحة كبيرة من هذا المجتمع، والذي يستمع إليه ويشاهده ملايين، مئات الآلاف لما أقول ملايين في موريتانيا يوميا. نعم، إذن تنظيم مثل هذه الليالي المديحية لا أحد برأيك يسهم في نفض الغبار عن هذا الفن، وكيف؟ أولا لا توجد هنالك نشاطات على هذا المستوى، أو إن كانت إن وجدت فليست كثيرة جدا. لذلك تنظيم هذا المهرجان سيساهم في حد كبير، لأن ما وراء تنظيم المهرجان هنالك لقاءات بالمداحين، هناك تنسيق معهم على المستوى على مستوى القاعدة، هناك أيضا تأطير وندوات تكوينية لهؤلاء المداحين، وخصوصا إشراك المداحين الشباب في هذه التظاهرة، وذلك ما يضمن استمرارية هذا الموروث الثقافي من جيل إلى جيل. نعم، يسعى مركز ترانيم للفنون الشعبية من خلال هذه الليالي أو لنفض الغبار عن الفنون الشعبية ككل، لكنه يركز على المدح بشكل خاص، ما السر في ذلك؟ مركز ترانيم لديه مجموعة من الأهداف لهذا المجتمع، هو من رؤيته لهذا المجتمع هي مجتمع موريتاني متنوع ثقافيا ومتنوق الفنون، ليس فقط فن المدح، لكن المدح من أهم نشاطات هذا أو من أهم أهداف هذا
هذا المركز. السر في ذلك هو أن هنالك مورد شعبي ثقافي يوشك أن يندثر. ليست هنالك اهتمامات كبرى من جميع الأوساط المعنية بهذا المورد. لذلك أصر هذا المركز على المساهمة في نفض الغبار عن هذا المورد الشعبي التاريخي. نعم، يرى البعض أن فن المدح ارتبط بشكل أساسي لدى الموريتانيين بالجانب المتعلق بالفرشة، كيف ترى ذلك وما السر فيه برأيك، وهل له أدوار أخرى؟ المدح، جميع الموريتانيين متذوقين للمدح. نعم. صحيح أنه إلى حد الساعة هو فن شفوي متوارد عن طريق التبادل الشفوي، لكن مركز ترانيم أصر على أن يساهم على الأقل في كتابة هذا المورود، وكتابة هذا المورود من خلال تدوين ومن خلال محاضرات ومن خلال ندوات فكرية. على هامش هذا المهرجان نظمنا ندوة فكرية وللمرة الرابعة دور هذه الندوات الفكرية هو على الأقل معالجة موضوع من مواضيع هذا المدح، وعلى الأقل كتابة مادة معينة ستساهم في أرشفة وتوثيق هذا المورد الذي هو إلى حد الساعة مورد شفوي. نعم، سعى إلى تدوين هذا الفن هو هدف لدى مركز ترانيم، كيف يمكن أن يتحقق ذلك؟ يمكن أن يتحقق من خلال عدة عناصر، من أهمها هو ما قلته قبل قليل، وهو تدوين على الأقل الدلائل والخصائص التاريخية لهذا المورود، وأيضا كتابة النص المديحي نفسه أو نص المدح نفسه الشعبي، لأنه اليوم يمكننا الاستعانة من هؤلاء المداحة الذين كل واحد منهم يحتوي على مكتبة في هذا المجال. هذه المكتبة كيف يمكننا أن ننقلها من 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 ذاكرة هذا الشخص المداح الذي يحفظها أبا عن جد إلى كتاب مدون في أرشيفة ترانيم؟ هذا هو ما نسعى إليه. قمنا بعدة ورشات في هذا المجال، وما زلنا مستمرين على هذا النهج إلى أن نكتب جميع النصوص المديحية على الأقل الموجودة في الساحة الثقافية الموريتانية. نعم، تدوين فن شعبي شفهي لا يدفع باتجاه محاكمته وخضوعه لمعايير علمية، بالتالي يفقده ذلك جوهره الأصلي. لا، ليس هذا هو هدفنا، يعني تحكيم أو تأصيل أو المدح من الناحية الأكاديمية، لأنه هو فن شعبي له ما له من فوائد وعليه ما عليه من أخطاء، لكن هذه الأخطاء هدفنا ليس تصحيح هذه الأخطاء بحد ما على الأقل تدوين ما يوجد في الساحة اليوم. معالجة الأخطاء أو محاكمة المدح من ناحية ما هو متوارد اليوم ليس هو الهدف الأسمى اليوم لمركز ترانيم. هدفنا الأول توثيق هذه المادة أولا، لكي على الأقل تساهم في إضراء الساحة الثقافية أو وأيضا تساهم في تطور هذه الطبقة التي تمارس هذا 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 الفن التاريخي الشعبي. نعم، إذا هل ترون أنه فعلا يحتوي على أخطاء؟ مجمل الأخطاء أو على الأقل انطلاقا، لست باحثا في الموضوع. نعم. لكن انطلاقا من تجربتنا التي بدأناها مع مجموعة من الباحثين والكتاب والناس المهتمة من هذا المجال، أغلبية الأخطاء الموجودة اليوم في المدح هي أخطاء على الأقل على الهامش، ليست أخطاء جوهرية، وذلك له عدة اعتبارات، لأنه إلى حد الساعة شفوي. لكن أعتقد أن القضية ليست هنا، لب القضية ليست هنا. القضية هو أنه مورود شعبي، جميع الموريتانيين متوافقون اليوم على حب هذا المدح وعلى أنه يساهم في إضراء الساحة الثقافية الموريتانية. القضية هو في تدوينه وفي إعطاء الفرصة لاستمرارية هذا. نعم، همر أولياتما مدير البرامج بمركز ترانيم للفنون الشعبية، شكرا جزيلا لك.